انا انسان ملوش احساس وبعمل كل شيء ممنوع، وقلبي كانه خيط اسود ومن كل اتجاه مقطوع، واكتر حاجه تعباني ان انا حابب الموضوع. عايش عمال استقوى على الرغم اني حد ضعيف، بقيت في القسوة شخصية بجد غني على التعريف. أنا مش راضي عن نفسي ونفسي بجد أبقى نضيف، أبقى نضيف. ومن كتر اللي جوايا كل ما بص في مرايا أخاف على نفسي من نفسي كأني صاد واحد تاني. أغمض عيني نفسي بطل اشوف عين الكل يخوف. ما بقتش عايش بس اجيب العيب عليا، ولا اجيب العيب على الناس والظروف. مين هيطمن لي وانا بالاسوأ دي؟ نفسي بطل اشوف عين